فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. أحسن الله إليكم. يقول: هل أدعو لوالدي في الصلاة ومتى يكون الدعاء لهما؟ أدعو لوالديك ولمن شئت في الصلاة، وأفضل ما يكون الدعاء في حال السجود، لأن أقرب ما يكون العبد من ربه جل وعلا عندما يضع جبهته على الأرض ساجدا. وإذا دعوت في الركوع فجائز، فإن النبي كان يقول في ركوعه: سبحانك اللهم وبحمدك اللهم اغفر لي، ويقول ذلك في سجوده. إلا أن الإنسان يبدأ في ركوعه وسجوده بالأذكار في الركوع، يقول: سبحان ربي العظيم، يكررها، ويقول فوقها: أقل الكمال ثلاث وأكثر عشر، لكن الصحيح أنه لا حد لأكثره. وفي السجود كذلك يقول: سبحان ربي الأعلى، وأقل الكمال كما يقول العلماء ثلاث، وأكثر عشر يقولون، ولا حد لأكثره. إلا أن الإكثار في الدعاء في السجود أفضل. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم ونفع بعلمكم.